نعم فاطمة، بالفعل ما يحدث في سوق العملات المشفرة يرتقي للانهيار أو التراجع الكبير الغير منطقي نوعا ما، ولكن إذا ما رجعنا إلى الأساسيات ونظرنا إلى حجم الخسائر خلال آخر 7 جلسات أو 7 أيام في العملات المشفرة، نجد أن البيتكوين خسرت تقريبا حوالي 30% أو ثلث قيمتها في آخر 7 جلسات أو 7 أيام. الإثيريوم برضو تضرر فقط تقريبا 35%، اللايت كوين أكثر تراجع طبعا 46%، عملة اللونا خسرت تقريبا 99% من قيمتها خلال آخر 7 جلسات. عملة اللونا أحد أكبر 10 عملات كانت موجودة في أسواق العملات المشفرة، وطبعا لها أسبابها سنرجع إليها. هل اقتربنا من النهاية؟ إذا ما تحدثنا عن العملات المشفرة ونظرنا إلى السابق إلى التاريخ، البيتكوين مثلا لما آخر مرة شفناها على 20,000 تراجعت إلى تقريبا 3,000 دولار، كان الكل يحكي إنه هذا انهيار كبير. العملات اللي وراءها مشاريع قوية في النهاية سترتد، ولكن أين القاع؟ هو هذا السؤال اللي ما حد عنده الإجابة. قد يكون 20,000، قد يكون 18 أو حتى 10,000. العملات الأخرى هي المتضررة الأكثر، اللي لم تكن وراها مشاريع قوية، وشفنا اللي عم بيصير في اللونا وتحديدا في العملة المستقرة USD. هنا كانت المشكلة. يعني المفروض أنه USD واللونا يكون البنشمارك في الكريبتو كارنسيز، لأنه أكثر شيء مرتبط بالدولار. بالفعل عملة USD هي عملة مستقرة، خلينا نقول بين قوسين، لم تعد مستقرة حاليا. اللي صار انه عملة USD هي اول عملة ستيبل كوين لا مركزية، على عكس التيثر واليUSDC. عملة التيثر واليUSDC باكت، او خلينا نقول محمية بغطاء نقدي كامل. هذا ما حماها. هذا بالنسبة للتيثر واليUSDC. عملة USD هي محمية بغطاء عملات من اللونا. اوكي، عملة اللونا حاليا طريقة التسعير او المحافظة على البيج مقابل الدولار بالنسبة لليUSD، في حال اذا طلعت سعر اليUSD مقابل الدولار يتم حرق عملات لونا وزيادة عدد العملات تاعت اليUSD، فينخفض السعر مرة اخرى للدولار، والعكس صحيح. اذا ما كان شايفين على الشاشة قدامنا، إذا ما طلع سعر USD يتم حرق عملات اللونا وزيادة سعر عدد العملات تاعت USD، برجع السعر. في حال هبوط عملة USD يعني عن الدولار، هذا هو المفروض الألغوريثم اللي بيعطي استقرار لهذا. اللي صار في السوق صار له تقريبا 3 أيام، إنه كان هناك لحتى الآن عندنا أخبار عن هجوم مدبر لكسر سيطرة USD. جهة معينة بدون تسميتها لحتى الآن لأنه لم نعرفها، لم نتأكد منها، جهة معينة قامت بتسييل ما يصل إلى 300 مليون دولار من USD، وفتح مراكز بيع على المكشوف على USD على اللونا. اللونا قبل شهر بالضبط في تاريخ 4 أبريل كان سعر عملة اللونا 120 دولار، حاليا تتداول على 20-25 سنت. هذا سوق مافيا شادي. حجم الريسك عالي، حجم الريسك. بشكل سريع، ما هي الرسالة اللي احنا بناخذها باللي يجري بالكريبتو كارنسيز؟ ماذا تحاول هذه السوق ان تقول لنا؟ السوق تقول في الوقت الحالي ان الاصول، خلينا نقول، او العملات المشفرة هي اصول عالية المخاطر بشكل كبير، يرتقي الى الجامبلينج. خلينا نقول الاساس غير واضح، الريسك عالي خاصة بعد تحرك جداً. الفيدرالي طبعا، والهبوط على كل الأسس اللي عم نشوف من أسهم. واللي بيستنى 100,000 دولار على البيتكوين سوف ينتظر بعد شيء. خليه يستنى. شادي الزعيم، شكرا جزيلا لك.